وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث. جزاك الله خيراً أيها الأخ الكريم على كلماتك النيرة، وألتمس من الخطيب التالي الأخ عمير محمدي فليتفضل إلى المنصة مجزياً مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل وعلا وله الأسماء والصفات الأولى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه النجوم الأولى. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الله سبحانه تعالى الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة علامة الهداية، وجعل التولى عن ذلك دليل على الشقاق والضلال ومنهج الفرقة الناجية في ثلاثة أصول: القرآن الكريم والسنة النبوية على فهم سلف الأمة. وسلف الأمة هم الصحابة والتابعون وإتباع التابعين الذين شهد الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنهج السلف لكل زمان ومكان نور من الله عز وجل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين ما كان عليه النبي وصحابته الكرام قولا وعملا واعتقادا، وحرم الله الخروج عن ذلك واتباع غيرها، لأن سبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بهذه الدعامة الثالثة، أن نفهم القرآن والسنة على منهج السلف المرجية والقدرية والأشعرية والماتريدية. وما في هذه الطوائف كلها هو عدم التمسك. لأجل ذلك قال العلماء المحققون: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا ليس شعرا فقط، بل هذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة. ولماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ولكن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين حتى لا يركب أحد رأسه ولا يقول أنا فهمت القرآن هكذا وأنا فهمت السنة هكذا. والتمسك بمنهج السلف هو عصمة من الفرقة والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنهج السلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم واسلك سبيل السلف فإنه يسوك ما وسعهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. وقال ابن قدامة:
وقد ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع ومن سار على نهجهم المبارك هو قائم على الهدى الوحيين. وقال وقد دل على حجية منهج السلف القواعد الشرعية المحكمة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن أراد النجاة فعليه معرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو سفينة نوح من ركبها نجا ومن ترك زل وغرق في الضلال. وقال الألباني رحمه الله طريق السلف هو طريق أسمى، لأن طريق السلف يستحيل أن يجتمع الضلال، ومنهج السلف ليس مصدرا بل هو طريقة فهم. وفي الأخير شعر لابن قيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة وليس تمبيا، هذا ما عندي وبالله التوفيق. السلام عليكم.